خليني روى أخذك على الخبر. سيريوم الريتينول مع الدكتور عبر الهاتف الدكتور محمد العسكري، استشاري الجلدية والتجميل والمعالجة بالليزر. حياك الله. حياك دكتور محمد. في البداية ممكن تحدثنا عن مكونات الريتينول؟ طبعا الريتينول يعتبر من مشتقات فيتامين اي، والمشتقات الموضعية هي تحتاج مفرق. في حاجات تعتبر كوزموتكس زي الريتينول متوفرة في الصيدليات ما تحتاج وصفات، وفي مشتقات ثانية يعني تصنف أدوية، هذه عادة فعاليتها أقوى لكن تحتاج وصفة طبية. دكتور محمد، يمكن كثير في الفترة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي باختلافها كثير من الناس أو يحكوا عن تجاربهم مع استعمال الريتينول. خليني أتكلم أو تشرح لنا أكثر إيش منافع استعمال الريتينول إذا كان هو من ضمن روتيننا اليومي للعناية بالبشرة. تمام. هو لو في منتج واحد في الجلدية نقول نكتفي في المنتج هذا، هي مشتقات فيتامين A الموضعية، أخفها اللي هو الريتينول، ممتاز يعمل تجديد للبشرة، يعطي نضارة، يعمل سمك في الطبقة الثانية يخفف التجاعيد. هذا كونه ريتينول. في استخدامات مشتقات ثانية تستخدم أمراض جلدية، مشتقات أقوى ممكن تستخدم حتى في الأورام الجلدية الله يحمينا منه. لكن الريتينول هو أخف حاجة منها، له فعالية صح انها اقل بس انه منتشر، تكون حاجه كوزمتك بدون وصفات ومع اعراض الجانبيه عاده اقل. تمام. طيب اليوم لو استخدمنا الريتينول مع او خلطناه مع كريمات اخرى، هل هذا الشيء راح يسبب مثلا اثار في استخدامه؟ هذه المشكله، الخلط الجلديه اذا خلطت نفس المنطقه نفس الوقت مثلا مع فيتامين سي مع احماض الفواكه، هذه حتزيد الاعراض الجانبيه التحسس. لو خلط مع مواد ثانيه مثلا بنزال بروكسايد هذا يلغي فعاليته، فما ننصح ابدا انه يخلط اي شيء معه في نفس المنطقه في نفس الوقت. واضح. دكتور محمد اكيد نشكر مداخلتك معنا وشكرا على كل التوضيحات اللي ذكرتها بما يخص الريتينول، شكرا جزيلا لك.